تعليقا طبعا على هذه النتائج ينضم إلينا من دبي سيد خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين بدبي للاستثمار. أستاذ خالد أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. خلينا نتحدث عن هذه الأرباح وهذه القفزة اللي حصلت بفترة الربع الأول، ما هي أهم العوامل التي ساهمت بدعم أرباحكم؟ عليكم السلام والرحمة. حقيقة يعني مثل ما تعرف هذه شركة استثمار، فدخلها متنوع من عدة قطاعات. القطاعات اللي ساهمت في زيادة الأرباح وزيادة الإيرادات في هذه الفترة كان القطاع الصناعي وخاصة مواد البناء، قطاع المشتقات المالية في الوقت الحاضر، وطبعا شركة إيميكول، ناهيك عن الزيادة في المبيعات في العقارات. فهذه الثلاث وأربع العناصر اللي ساهمت في زيادة الدخل وزيادة الأرباح. نعم، وشفنا يمكن خلال هاي الفترة أيضا لديكم تراجع بمخصص الانخفاض في قيمة ذمم المدينة أستاذ خالد، يعني إلى قرابة 1,600,000 درهم، كيف استطعتم أيضا أن تتعاملوا مع هذا المخصص؟ طبعا هذه اعتقد ان فيها صار في تعديلات او ادجستمنت على في الميزانيه العامه وحساب الارباح والخسائر بموضوع شركه او التخارج من 50% من شركه إيميكول، فبالتالي الديون دي على شركه إيميكول ستخرج من الميزانيه العامه للشركه او الميزانيه المجمعه، وكذلك أصول الشركة ستخرج ويدخل مبلغ اللي هو 1,200,000,000 عبارة عن سعر الصفقة التي بيعت فيها الشركة. نعم. فهناك بعض التعديلات على في الربع الأول، وهذه إن شاء الله بتكون آثارها خاصة يعني موضوع الأرباح وموضوع السيولة في الربع الثاني من 2020. طيب انتم لما تخرجتوا يعني ال 50% من إيميكول استاذ خالد، اليوم سيوله هذا التخارج اليوم كيف وضعت لديه استراتيجيه لعمليه اعاده استثماره بالنسبه للشركه؟ حقيقه طبعا انه بيتم استثمار المبلغ في عده مشاريع، هناك مشاريع للشركه، وفي نفس الوقت بنقلل من مديونيه الشركه العامه اللي هي شركة دبي للاستثمار، وجزء من نتوقع أن يوزع كأرباح على مساهمي الشركة. قد ايه رح تنخفض المديونية؟ قد ايه هي حاليا المديونية أصلا على الشركة أستاذ خالد؟ طبعا المديونية على المجموعة كلها بعد التخارج من أو الجزئي من إيميكول ستبلغ 5 مليار من أصل 6.5 أو 7 مليار. ففي انخفاض تقريبا من 1.5 مليار الى 2 مليار، فهذه يعني انخفاض كبير حقيقه في الشركه، ناهيك عن زياده سيوله الشركه بمليار و200 مليون. يعني هذه كلها تمويلات طويله الاجل على الشركه. جزئيا الجزء الاكبر طويل الامد، لكن في اجزاء هي راس المال العامل وخاصه للشركات الصناعيه. هذه يستوردوا مواد ويصنعوها وبعدين يرجعوا يبيعونها، فبالتالي يعتبر يعني جزء من راس المال العامل. طيب احنا خلال هاي الفترة استاذ خالد شفنا يعني ارتفاع باسعار مدخلات الانتاج بشكل كبير يعني على مستوى العالم، انتم كيف يعني تعاملتم مع هذه الاسعار عالميا؟ هل بداتم تبحثون يمكن عن بدائل واسواق لديها تكلفة ومدخلات انتاج اقل بالاسعار؟ طبعا يعني استفدنا نحن حقيقه ان يعني تم في طبعا في عقود طويله الاجل لتوريد بعض المواد الى الشركه، لكن ارتفاع الاسعار في السلع وما الى ذلك ادى الى هذا الارتفاع في الارباح للشركات الصناعيه. فهو خدمنا من طرفين، وناهيك عن ان المشاكل اللوجستيه للاستيراد، فبالتالي الاغلب يعني الزبائن استفادوا واحنا استفدنا كذلك من وجودنا في المنطقه، لان استيراد بعض السلع وخاصه الزجاج من العالم فيه مشكلات معينه، مشكلات لوجستيه، مشكلات عدم وصول البضاعه في الوقت المناسب، ومع زياده اسعار الشحن، فاستفادت الشركات الصناعيه حقيقه استفاده كبيره من هذا الموضوع. طيب
طيب بالمقابل في نية لعملية أي تخارجات بسبب الأوضاع العالمية أستاذ خالد من بعض الاستثمارات وأيضا فروقات العملات، يعني اليوم كيف عم تتعاملوا معها بالوقت الحالي لأنه في تذبذب واضح بأسعار العملات عالميا؟ والله احنا استفدنا حقيقه، فذكرت لك انا في بدايه حديثي على موضوع المشتقات الماليه، يعني في استفاده كبيره من موضوع عملنا هيجنج احنا قبل سنتين على الاسعار الفائده، وبالتالي استفادت الشركه في هذه في السنه هذه من 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 هذه الوضعيه. موضوع يعني ننظر الى اليوم الى التوسعات وخاصه في التوسع بالنسبه لشركه ايميكو، لان يعني المستثمر الاستراتيجي اللي دخل معانا مستثمر عالمي، فبالتالي ينظر الى موضوع ان التوسعات سواء كانت في المنطقه منطقتنا العربيه والشرق الاوسطيه او في العالم كله، وهناك عده يعني فرص يتم التشاور فيها في هذه الفتره، واعتقد ان خلال ان شاء الله الشهرين المقبلين تسمعوا اخبار طيبه في هذا مجال. حنسمع اخبار ايضا عن زياده الحصص بما انه عم تتخارجوا يعني من ايميكول. استاذ خالد في نيه لزياده حصصكم بشركات اخرى؟ والله نامل ذلك، يعني الحديث التجاري في هذا الموضوع، لكن ما في شيء يعني في الوقت الحاضر ممكن يعني ان يقال. لكن الشركه مثل ما تعرف شركه استثمار تبحث عن الفرص، وفي في نفس الوقت يعني سواء كانت فرص للشراء او ان فرص للبيع. نعم. ومثل ما عرفت الشركه فيها 35 شركه، واغلب الشركات شركات مربحه واستثمارات طيبه، فبالتالي من الممكن يعني ان ننظر الى سواء كان تخارج او شراء بعض الشركات سواء في منطقتنا العربيه او حتى خارجها. نعم، في نيه لطرح اي شركات تابعه استاذ خالد بالفتره المقبله يعني باي الاسواق؟ قد ايه عم تدرسوا ايضا الفرص وجاهزيه الاسواق يمكن لبعض الطروحات؟ والله يعني ان شاء الله اذا مثلا ما تحسنت الاسواق، عارف الاسواق يعني سواء المحلية أو العالمية مقبلة على يعني على اضطرابات معينة في ظل الأوضاع السائدة سواء كانت السياسية والأمنية، نتوقع أن إن شاء الله متى ما تحسن السوق ورجع إلى حالته الطبيعية من الممكن يعني التفكير في بعض الطروحات. نشكرك سيد خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار على وجودك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك.